شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليكم، درتوا واحد المبادره اللي برافو عليكم. هذا كعرفون شكر لكم على السوايد اللي دايرين لكم تبارك الله، باش كعرفون شكر على العمل اللي تقوموا به هنا. نضيف ساطي اكاديميه ماشي شي حاجه سهله، راه صعيبه وطول العام. تبارك الله عليكم. بالنسبة اليوم الحملة هي حملة سند للحفاظ على البيئة، هذه في دورتها الخامسة. الحمد لله مثل هذه الحملات هذو هما حملات تحسيسية توعوية، يعني كيعطي واحد الأثر اللي هو إيجابي بالنسبة للشاطئ ديال مدينة أكادير، ولا بالنسبة حتى للمصطفين، للزوار اللي كيجيو، للناس ديال الجالية اللي كيجيو من برا كيعجبهم البحر ديال أكادير وكيقولوا بأنه بغينا نعاود نرجعوا ليه، وهذا كيساهم في السياحة، يعني السياحة الداخلية ديال المدينة. والحمد لله يعني كنتمنوا مثل هاد الحملات هادو يستمروا، سواء مع الجمعيه عندنا او في جمعيات اخرين. كاين تجاوب مع الناس؟ لا، كاين تجاوب كبير الحمد لله، الناس يعني فرحانين. اي واحد كدوز حداه كيقول لك الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، هادشي اللي كديروا زوين. نتمنوا ان ناس اخرين حتى هما كتكون عندهم ذاك الحس التوعوي، انهم باغيين يشوفوا الشاطئ ديالهم حتى هما نقي. يعني الواحد ما بقاش يعني كيكون عنده الزباله ولا النفايات اللي سالا منهم يلوحهم، لا بالعكس كيديهم كيكونوا مكب النفايات يعني كيلوحهم تما، وشي حاجه اللي هي مزيانه وايجابيه بالنسبه لنا. وبغيت كلشي يستمتع بالنظافه ويكون نقي للابد. ياسمين، واش كاين التجاوب ديال الناس؟ يعني الناس واش كيفاش كيشوفوا كتهزي الزبال وهذا، كيفاش كيتعاملوا معاك؟ شي ناس كيرميو الازبال في الارض، كيدوها بالعانين، ما كيشوفوش القمامه بحال هكا. وشي ناس ضيفين كيلوحوا في القمامه لانهم كيحملوا الطبيعه هكا. الرساله ديالك لهاد الناس اللي كيوسخوا البحر؟ ما خصهمش يلوحوا يوسخوا البحر، لان راه كلشي غيموت الى وسخ الهواء، الحيوانات، الانسان، كلشي. السلام عليكم. حنا جينا على حسب التنظيف ديال هنايا ديال المنطقه ديال البحر وداك الشيء، باش على حسب نحيدوا هاد الشيء، هاد الازبال اللي كاينين هنايا. وحنا فرحانين دايرين اليد في اليد باش نتعاونوا على هادشي باش ننقوا هنايا. وحنا دابا تنطالبوا على حسب الناس اللي جالسين هنايا يبقاو يعودوا فين ما كانوا باركين، يبقاو يعودوا يحيدوا داك، يعودوا ينقوا البلايص ديالهم، حيت يبغيو يمشي ينقوا البلايص ديالهم باش يجوا الاخرين نلقاو منقيين. وحنا بغينا نديروا اليد في اليد باش نعودوا نبقاو نقوا هنايا وداك الشيء. زعما الله يجازيهم بخير، بحال بنادم الا جا ولقى بلاصتو داك نقيه وداك الشيء، خص بنادم يخليها نقيه حيت يبغي يمشي وداك الشيء ينظفها باش يجي الاخر يلقاها نقيه. كاينين البركاسات؟ كاينين البركاسات، كاين كلشي الحمد لله موجود. انا غير هما خصهم دابا يعاونوا غير فروسهم، ويعاونوا باش حيت يجوا الناس يلقاو نقيين. كلشي كاين بالكاسات، كاين كلشي موجود الحمد لله. السلام عليكم. زكريا بن زين، عضو جمعيه سند لاجيال اكادير. اليوم كنحطوا رحال بشاطئ مدينه اكادير من اجل اننا نقوم بواحد الحمله تنظيفيه للشاطئ، وكذلك حمله تحسيسيه اللي ارتئينا اننا نعطيوها عنوان بكوبيه بيئه شاطئنا تبقى نقيه. الحمد لله كاين اقبال كبير من طرف المتطوعين، يعني اللي بغاو محبي يعني التطوع اللي بغاو يساهموا في هذه الحمله، كان اقبال كبير. وكذلك نزلنا للشاطئ اكادير باش اننا نقوم بالحمله، باش اننا نقول للناس ككل ان الحفاظ على اهميه البيئه واهميه الحفاظ على الشاطئ ديالنا فهي من الضروريات. كنتلاقاو مع الناس هنايا، سواء المصطفين ولا السياح ولا الزائرين للشاطئ، كنحاولوا نوعوهم باهميه البيئه وكيفاش كيفاش نتفادوا اننا نرميو الزبال ولا المخلفات ديال المواد اللي استعملناها في الشاطئ. وكذلك كنحاولوا اننا نشاركهم في هذه العمليه هذه، خصوصا واننا مقبلين على فصل الصيف لشاطئ اكادير اللي كيعرف توافد كبير ديال السياح. فهذه العمليه يعني ارتئينا انها تجي في هذا الوقت هذا بالضبط باش نستقبلوا فصل الصيف، وباش الشاطئ اكادير يكون يعني واحد الشاطئ اللي كيضرب به المثل يعني في دول اخرى من ناحيه النظافه، وكذلك من ناحيه ما هو كل ما هو جميل وكل ما هو طبيعي هنايا بالمدينه. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.